في يوم الثالث من مارس تم تحميل مقطع فيديو بعنوان الجائزة الرئيسية لكوك من جامعة سايبو العالمية على قناته الخاصة بالجامعة عبر اليوتيوب. الطالب كوك بالصف 17 في قسم البث والترفيه، وقد ظهر كوك بمظهر غير رسمي وتم تقديمه بطريقة رائعة. ثم شارك كوك مشاعره بشأن التخرج قائلا التالي: يقال أن التخرج فترة وبداية في نفس الوقت، لكنني متأثر ومتحمس من الناحيتين. مضيفا: أعتقد أن تعلم شيء ما يكون دائما ممتعا ورائعا ومثيرا، سأبذل قصارى جهدي لتقديم موسيقى وعروض أفضل في المستقبل. ومن قبل كوك، في يوم الرابع من مارس عام 2021 حصل جيمين على التخرج منها، كذلك حصل في على الجائزة الرئيسية في حفل جوائز التميز الأكاديمي لعام 2020 من جامعة جلوبال سايبو. في الوقت نفسه تعد جامعة سايبو واحدة من أفضل 21 جامعة حول العالم متخصصة في التعلم عن بعد، حيث يقع حرمها الرئيسي في كوريا الجنوبية، وهذه الجامعة التحق بها الكثير من نجوم البوب الكوري. في إخبار أخرى، حققت ترايس أرقاما قياسية جديدة رائعة في حفلاتهم الموسيقية الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية بعد عامين. ففي 15 إلى 27 من فبراير أقامت ترايس بنجاح 7 حفلات موسيقية في جولتهم العالمية الرابعة في 5 مدن مختلفة. ومع بيع أكثر من 100,000 تذكرة من خلال تجاوز هذا الرقم، أصبحت ترايس رسميا أول مجموعة فتيات صاحبة أكبر عدد من الجولات في أمريكا الشمالية، وأيضا أول مجموعة فتيات تصل إلى 100,000 شخص يحضر حفلاتهم بجوار BTS. فالآن توايس وBTS أول فرقتين كوريتين يصلوا لبيع 100,000 تذكرة في تاريخ الكيبوب بأمريكا الشمالية. فقبل أن تتخطى توايس هذا الرقم، كانت بلاك بينك هي المجموعة الأولى في أمريكا مع بيع أكثر من 75,000 تذكرة عبر 7 عروض مختلفة في جولة نيو إيريا وورلد. علاوة على ذلك، زادت سمعة وشعبية توايس في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل ملحوظ مقارنة بعام 2019. يبدو أن نجاح أغنيتهم الإنجليزية زفيرز قد ساهم كثيرا في زيادة نفوذ وشعبية توايس التي تخطت الآن كوريا واليابان. في إخبار أخرى، في الثاني من مارس ذكرت وسائل الإعلام الكورية أن وكالة YG ستتعاون مع HYBE لإطلاق كتاب تعليمي للغة الكورية يسمى Black Pink in New Korea. وهذا الكتاب يستخدم كلمات وتعبيرات بسيطة غير معقدة تستخدمها بلاك بينك كثيرا في حياتها اليومية. ومن خلال ذلك الكتاب سيتم ربط المعجبين بالفرقة معا أكثر مما يزيد من إثارة وجاذبية تعلم اللغة الكورية. ومن المعروف أن ذلك الكتاب سيتم نشره بخمس لغات مختلفة، وهما الكورية والإنجليزية واليابانية والصينية والإندونيسية. ويمكن للجمهور بدء تسجيل طلب شراء الكتاب اعتبارا من 7 مارس. وبذلك فإن بلاك بينك هي ثاني فرقة وفنان كوري يتعاون في مشروع تعليمي تابع لوكالة HYBE. وقبل بلاك بينك نشرت BTS كتاب تعليمي يسمى Learn Korean with BTS، وكان يشمل صورا وفيديوهات وأصوات الأعضاء أنفسهم، وقد تم بيع الكتاب في الأسواق اليابانية والأمريكية خلال ساعات قليلة فقط من طرحه. وقد تسبب هذا الكتاب في عاصفة عالمية بسبب قيمته الحقيقية في تعزيز تعليم اللغة الكورية للجماهير الأجنبية. وعلى الرغم من أن هذا المشروع مفيد، إلا أنه لم يجعل الجمهور يشعر بالرضاء الكامل، والسبب بالطبع هو أن فتيات بلاك بينك الأربعة لم يعودوا معا منذ وقت طويل. لقد مضى 16 شهرا منذ آخر ظهور لفرقة بلاك بينك، وعامين كاملين منذ النجاح الساحق لأغنية How You Like That. فالآن كل ما يتمناه المعجبون أغنية جديدة لا أكثر. في الوقت نفسه، في مساء الأمس، كانت صديقة بلاك بينك المقربة سومي تنشر الأخبار السارة إلى البلينك، وذلك عندما أفسدت سومي عودة المجموعة بدون قصد أثناء بثها المباشر عبر الإنستغرام. وعلى الرغم من أن المقطع المسرب كان عدد من الثواني، إلا أنه انتشر على نطاق واسع. وعلى الرغم من سعادة البلينك في جميع أنحاء العالم بشأن تأكيد عودة الفرقة، إلا أنه على الجانب الآخر يشعر محبي سومي بالقلق عليها، نظرا لأن وكالة YG حاليا تتخذ الإجراءات القانونية من أجل حقوق الطبع والنشر لجميع مقاطع فيديو سومي المسربة عبر الإنترنت مع الصوت. وعلى أي حال، منذ ذلك البث المباشر لم تقم سومي بأي تحديث آخر عبر الإنستغرام الخاص بها، لذلك يأمل الجميع الإطمئنان على سومي في أقرب وقت ممكن. إن أعجبك الفيديو لا تنسى دعمي بالإعجاب والاشتراك أيضا في القناة، وشكرا لك، إلى اللقاء.